السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب، معكم سينيور في فيديو جديد. طبعا غبنا تقريبا 7 أشهر على اللعبة، ما نزلت ولا فيديو، لكن الحمد لله رجعنا وبحساب جديد وفي فيديو جديد. طبعا يا شباب، في هذه المدة اللي ما دخلت فيها للعبة تقريبا وش نقول، اني تغيرت اشياء كثيرة تغيرت، منها اسعار في اللعبة، كيميائي، عدد اللاعبين، يعني اللعبة صارت خربانة. ناخذ مثال في الكيميائي يا خوش ازرق. كيميائي كنت قبل اسبوع شايفه غالي، رخيص. شوف الكيميائي، شوف لامع صاير ب45 وون، تخيل. ممتاز 78 وون. والله أسعار صار حق الكميات، صارت على الأرض، صارت في التراب، نزل الحديد. شوف لامع 70 وون، لامع زراعة 110 وون. والله يا شباب قلت لكم الأسعار صارت عديد. مثلا ناخذ أبيض ممتاز فل 925 وون. ناخذ نشوف الأحمر، أحمر صاير هذا لامع. خلاصة القول، الأسعار صارت رخيصة جدا. خلينا ننزل العتاد. كما قلت لكم الشباب، رجعت بحساب جديد. للأسف راح حساب اللي كانر اللي دام معنا تقريبا أكثر من سنوات، هو حساب شامان ومحارب، نسوينا به سلاسل خرافية، لكن جبت حساب جديد، حساب صورة سلاح كما تشوفون. الحساب مقفل مهارات كلها، مقفل صد الخارقة، بادي في الدفع، مقفل التعدين، القيادة M6، المهارات كتب ام. طبعا وشريت اعتاد معاه، لكن مو اعتاد زراعة. هلا خلينا من العتاد الحين. انا اقول نروح نجرب، مدام الصورة ليفل البطل، خلينا نروح نجرب، مع ان ما معي اعتاد حروب. قصدي اعتاد زراعة. راح نروح نجرب في اليوهار الهيدرا، راح يودينا للخرائط الجديدة. راح نروح نجرب كيف الصورة، كيف اللعب به، كيف الزراعة. صراحة ما معي عتاد زراعة، لكن كما يقولون راح نجرب حدنا ونشوف. اول شيء راح نروح نكسر 200. يلا نقول بسم الله. توقع ما نسينا شيء. نسيت ما وريتكم الكيميائي. بالنسبة للكيميائي ركبت لامع ابيض، بوريكم فيديو تعبني في التطوير، كلف تقريبا اكثر من 30 وون. حساب شريته بدون ابيض وبدون احمر،
احمر كذلك شريته ب 15 وون، كلفني 15 يعني طلع ب 30 وون. اللامع تقريبا 140 130 وون، يعني الكيميائي كلفني صراحة. الكيميائي رخيص لكن حبة التنين غالية، الناس يحطها بواحد وون الحبة، يعني صارت مرة غالية. والله الصورة مرة قوي، بدون عتاد زراعة، يعني ولا عتاد زراعة، قاعد يسمو ما شاء الله. طبعا أنا هذه الخرائط الجديدة أنا قلت لي وهارا ما أدري صراحة عنها شيء، تسوي جديد في ليهارا. شقلبنا اشرد يا ولد جديد كلي. في مسابقة العيد راح نجمع جوارب، هذا اللي اتكلم عنه يا شباب. شو اسمه العشاء الجديد هذا يا شيم طبابي، اتوقع هذه الاغراض تستعملها في الخامات وتستعملها في تحول الاشياء. والله صراحة الخرائط الجديدة هذه ما عندي معلومة عنها، اللي تسوي راح اشوف مهام يومية. اذهب الى شجرة البضائع المشرفة في عنوان، ما ادري هذا المكان وين موجود بالضبط، لكن بنحاول نروح له. نروح نسوي المهمة، نروح نشاري تاجر اول، نشوف واش يبي هذه التاجر الغبية، دات لي القلق. بحال يكون فوش يوس، واش هذه الاسماء الغبيه؟ حارس ليوهارا، شكرا لك. يمكن ان ناخذ استراحه. من اين انت؟ عندما حاربت هؤلاء الشياطين رايت على الفور انك مميز. كيف يمكنني اظهار تقديري لمساعدتك هنا؟ حاولت تعلم هذا الكتاب منذ بعض الوقت، ستكون هذه الدقة مهمة، لذا يجب عليك قراءتها بعناية. حارس ليوهارا يبحث عنك مجددا، من الأفضل الذهاب إليه. أعطانا كتاب، القراءة النجاح لك تزيد من دقة تصويبك، سيختفي لك كتاب الفشل. عليك وعلى كتابك. زعيم الشياطين، لقد ساعدت جنودنا كثيرا بقتل هؤلاء الشياطين، لكن هذه الكائنات لا تتوقف عن مهاجمة قريتنا. أعتقد أنه يجب عليك الذهاب إلى منطقة منشأ أعدائنا وقتل زعيم الشياطين هناك. ممتاز، اذهب وتحدث إلى الأدميرال أنغمور، لقد كان هنا قبلك. سمعت أن لديه مشاكل كبيرة مع الشياطين أيضا. زعيم الشياطين، كنت أعلمك أنك من حارب الشياطين. ما لم أكن أعرفه هو أن الشياطين سوف تتجمع فجأة. لا أعرف ماذا سأفعل بدونك. تم إنشاء هذه المنطقة بواسطة سونغماهي. سونغماهي هو الإنشاء هذه المنطقة. سأخبرك القصة لاحقا، أما الآن فيجب أن نحاربهم معا. سأخبرك ماذا تفعل. كما تعلم فإن الشياطين يطيعون أوامر قائدهم. ستكون مهمتك الآن قتل زعيم الشياطين هذا، الملك باو. أتمنى يكون فاشل وما يجلدنا، أتوقع قوي مرة. هذا الزبالة أتوقع قوي مرة، راح يجلدنا. راح نعطيه بطال. تعال تعال يا ورا، تعال تعال أوري أمك. تعال قوي، تعال أوريك معنى اللعب. تعال أوريك كيف تلعب يا زنديق. تعال
يلا 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 يلا. السملة 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 السملة. شقلب الله ينعل. باك شباب جبنا فزع. شو تريد مثاله؟ للأسف يا أبو طراويش. يا أخي بدون أشد بدون تعويذة جليد ولا ظلام. جلدنا الفاشل جلدنا. لا 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 يمكن المهمة ما نجيش حاسد. لا 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 سريع ادخل. لا خلاص الحمد لله انحسبش. ارادتش مقاومة سونغ ما هي مقاومة. زعيم الشياطين حقا هل قتلت الشياطين؟ يمكنك ان ناخذ السيراميك الان. ساجدك مجددا اذا احتجنا الى مساعدة اخرى. يجب ان تتعلم هذا. ان شعر الا تشعر ان شيئا غريبا يحدث ولا يمكنك التحرك بالطريقة التي تريدها. ايضا شعرت بنفس الطريقة. هذا سبب تأثير قوة سونغ ماهي على جسدك. تالي حماية نفسك من اثار هذه السجاجة اتشاد بعلاوة سونغ ماهي. بدأت افهم الحين. في هذه الخريطة تحتاج اتشاد سونغ ماهي. نظرا لصعوبة الحصول عليها الان بشكل خاص ولانك دعمتنا كثيرا سوف اساعدك هذه المرة. استحصل على تعويذة ارادة مقدما. ان شغل قتل زعيم الشياطين لكن الشياطين ما زالت تزداد. من واضح انهم لا يهمون بما يحدث الزعيم. تدمير 100 شياطين قرية من هنا. بالتالي لازم نقتل 100 شيطان. 100 شيطان 100 شيطان. كفو كفو كفو. كم كم الحين المهمة التالية. أتوقع هذه المهمة التي تعطيك الإرادة السونغ ماهي المقاومة. شكرا لك أنا أشعر بارتياح مرة أخرى. شكرا جزيلا كتاب الثقة. التحذير لطقوس السمك الحفش. لقد حصلت على رسالة من كريستال تقول رسالة أن شياطين تخدعوا سحر سونغ ماهي ولا تستمع إلا أوامره ولم يعودوا يعرفون قائدهم الحقيقي. من أجل القضاء على تأثير سونغ ماهي لفترة قصيرة على الأقل يجب أن نضع الأزهار التالي على ضريح الشياطين. لذلك علينا أن نجد ضريح وبعد من تلك الأزهار ستفعل هذا من أجل. نعم أنت مدهش حقا. ابحث أولا عن الطريق ثم اجمع بعض الأزهار التالفة وأرجع إليه. لو بس كان معي هون حساب شامان كنت أقدر. هل وجدت الضريح يا روعة؟ الآن نحن بحاجة إلى الأزهار التالفة لوضعها. قد يكون لدى الوحوش القريبة بعد منها. أحضر لي 10 أزهار. أزهار لازم. نروح أدميرال تحضير الطقوس السمك. إنك حقا سريع. لدينا الآن كل الأزهار التي نحتاجها ونعرف مكان الضريح. لنقوم بالطقوس. ولا حان الوقت لشرح طيل تأثير ماهي على الشياطين هنا. سوف نحتاج إلى الزهور التالفة لهذا الغرض. اذهب إلى الضريح عندما تكون مستعد. تتواجه الأزهار بشكل مشرق ثم تتلاشى. رأيت الضوء من بعيد. هل كانت هذه طقوسك؟ ممتاز لكن كونفوشيوس يقول انها لن تدوم طويلا. لقد فعلنا كل ما في وسعنا. اخبركم بذلك انه بالتأكيد بحاجة الى مزيد من مساعدة القرية. مكافأة تعويذة القوة. تعويذة فاشلة. حين تقوية الجدار الحمي. قاتل النيزو احصل على 50 سطل. هذا ما أتحدث عنه. مصاب
شيء جراب. كونفوشيوس. هل سمعت ما يقوله الناس في الشوارع؟ هنالك شبح يتجول هنا في الليل، يظهر على شكل جندي مسلح بدرع دامي. من الواجب أن أراقب مثل هذه العمليات الخارقة للطبيعة. هل ستساعدني؟ نعم. بادئ دي بدء، يجب عليك التحدث إلى القروية لمعرفة ما إذا كانت شائعة أم لا. أين هم القرويين؟ القرويين. لازم أتحدث إلى اليمين. نعم هذا صحيح، كنت أمشي في الليل ذلك اليوم وأعتقد أنني رأيته. شعرت بالرعب في تلك الليلة، اضطررت إلى العمل متأخرا وكنت بصدد تشكيل سيف عندما رأيت الشبح. لقد كان جنديا ينزف وكان مسلحا حتى الأسنان. لازم نسأل أوريل. لقد سمعت الشاعر لكني لم أرى الشبح بنفسي بعد، لكن يقال إنه يظهر غالبا في منزل تاي. هو لا ما أتذكر. إذا اكتشفت أحسن، غالبا ما يبعث شبها بمنزل تاي. كما يقول شابة جاءت إلى هنا قبل بضعة أسابيع لتجد والدها. هل يمكن أن تقابل تاي هو؟ تاي هو. من المفروض أن هناك شبح يطارد القرية. يقول الناس أنه يجوب منزلي في الليل. أعتقد أنني سمعت شيئا مخيفا الليلة الماضية. ماذا لو دخل الشبح إلى المنازل؟ لا أغلق عيني خوفا في الليل. هل رأيت هذه النوافذ الكبيرة في منزلي؟ لسوء الحظ أنا أيضا لا أعرف أفضل طريقة للتعامل مع مثل هذا الشبح. لكن بما أنك هنا تبدو قويا جدا، هل يمكن أن تجد والدي لي؟ لقد تم وضعه هنا منذ موعد، لكن لم أسمع عنده من فترة. جئت إلى هنا بنفسي لمعرفة مكاني. كل معرفة المكان الذي اختفى فيه والدي اشتاق إلي كثيرا. حسنا. مضيق الرياح الشمالية.